إطار استعدادات النادي المصري لمباراة نادي الأهلي والمواجهة القادمة ستكون على ملعب استاد الماكس. معنا كابتن إيهاب جلال المدير الفني للنادي المصري. كابتن إيهاب، يعني مباراة هامة جدا يدخلها النادي المصري، ولكن قبل ساعات قليلة فوجئت بخبر نقل المباراة من السويس إلى الأسكندرية وتحديدا على استاد الماكس. والله يا دي حقيقة، امبارح ابتدت يعني قرينا بعض الأخبار وبعدين جات لنا بعض الاتصالات واتصلنا مجلس إدارة، وكان في اتصالات مع اتحاد الكرة من بدري يعني، ولكن هو الماتش أصلا كان في اسكندرية وبعدين رجع السويس من أسبوع، رجع تاني للماكس. هيظل ان احنا برضو بنحاول نأقلم نفسنا على الظروف الموجودة، ودي حاجة جيدة ان شاء الله نعمل ماتش جيد ونحاول ان شاء الله نكسب ربنا يسهل. التعديلات دي بتربك الحسابات ولا الوضع تتعامل معه عادي؟ يعني مش قوي يعني، بس هيظل يعني التعود على بعض الظروف، لكن هي نفس الفكرة، هو ملعب وملعب جيد، وان شاء الله يعني ربنا يسهل واللعيبه تأدي نفس أداها يعني في اي حته ان شاء الله. مدى جاهزيه واستعداد لاعبي النادي المصري لهذه المواجهه، وخاصه ان حضرتك دايما يعني متابعتنا للتدريبات بتحرص دايما قبل كل مران الاجتماع مع اللاعبين والتحدث معهم لفتره معينه من الوقت؟ والله ما استعدادات برضو بالنسبه لنا تعتبر عاديه، اهميه الماتش جايه من مش عشان النادي الاهلي والمصري، لان كل ماتشات النادي الاهلي والمصري والأندية الكبيرة بتبقى ليها شعبية مختلفة، لكن أهميته جاية من الدوري، فاضل له 5 أسابيع أو 6 لبعض الفرق، المنافسة على بعض المراكز أو على الدوري، فجاية أهميته من هنا الزيادة شوية. هو مباراة مهمة لكن هتظل هي 3 نقط، واحنا بنلعب ده زي ما احنا متعودين ان احنا نلعب عشان ان شاء الله نكسب ال3 نقط. النادي الاهلي نفس الكلام، هيظل ان احنا عاوزين يطلع ماتش يعني بروح كويسه زي ما طلعت ماتشات اللي قبل كده مع الزمالك وبيراميدز وكل الفرق الكبيره، لكن هيظل ان احنا بنحاول نلعب ما نغيرش هدفنا اللي مع اي فرقه عشان في فرقه كبيره او صغيره او ظروف فرقه، لكن ان شاء الله ربنا يسهل ويطلع ماتش جيد وان شاء الله نعمل حاجه كويسه. هذه الموجات الكبيره بعض اللاعبين او الفرق بتعتمد ايضا في بعض الاحيان على اسلوب لعب منه الضغط المستمر او تضييق المساحات والتحفيز، برضه سلوك بعض اللاعبين وبعض المهام اللي بيقوموا بها منها الحماس والاندفاع او الهدوء والتركيز. حضرتك تفضل ايهما في مثل هذه المواجهات الكبيره؟ لا احنا عاوزين بس نفرق، لان احنا قلنا حاجتين، الحماس والاندفاع، وقلنا هدوء وتركيز، دول مش حاجات مختلفه عشان الناس برضو ما تفهمش انهم حاجه مختلفه، هي انك تشتغل بشكل فني معين، ولكن جوه الشكل الفني ده مع التنظيم ان يبقى في روح جيده وفي اصرار من اللعيبه من اي فرقه، ودي مش مختلفين. عشان الفرق التاني ان احنا بقى بنقول ان طريقه لعب دايما مستعجله، ده موضوع مختلف شويه، لكن هو لازم هيبقى فيه كل الحاجات دي، لازم هيبقى ان شاء الله في نظام من اي فرقه وفي روح جيده، كل فرقه عاوزه تكسب، واحنا بنحترم الكلام ده لكل الفرق، ما بنطلبوش من نفسنا بس، لكن لازم هيظل ان في اشتراكات كبيره في الكوره، وهي الكوره كلها يعني التحامات ولعب رجولي، ولكن بتبقى مهم جدا ان احنا بعد الماتش احنا فرقتين اللعيبه كلهم اخوات، فرقتين كبار، ويظل العلاقه مهمه جدا في الفتره اللي جايه دي من كل الفرق يعني ان شاء الله. هل تضع في اعتباراتك غيابات النادي الاهلي ام تضع وجود لاعبي النادي المصري على اتم استعداد وعدم وجود غيابات مؤثره في قائمه الفريق؟ والله لو المنطق ده، ما انا ارد بقى عشان المنطق ده من زمان وانا يعني شويه معترض عليه، لان هيظل الفرق الكبيره يجب ان يبقى عندها عدد لعيبه كبير، وده اللي حصل عند النادي الاهلي او الزمالك او غيره. فكون ان لعيبه او 2 أو 3 هيبقى عندهم غيابات لاي فرقه وهتقول ان انا عندي غيابات، يبقى هي مش فرقه كبيره، انا في الاول والاخر مش لو حصل لك وقف اللعيب ولا انذارين ولا اصابه
عندنا محمد صالح، عندنا اسلام عطية، عندنا اسلام صلاح، يعني عندنا كل فرقه تقدر تقول لحد، لكن الفرق الكبيره يجب انها تتعامل مع 20 لعيب على الاقل ويكونوا في نفس المستوى عشان يقدروا يلعبوا. حاجه تانية، ممكن يبقى في لعيب مؤثر على الفرقه بتاعته مش على الفرقه الثانيه، لانه هيظل انت بتلعب النادي الاهلي او نادي الزمالك او نادي بيراميدز اللي هم بينافسوا السنه دي، عندهم لعيبه حتى بعد، حتى لو في غيابات هتلاقي عندهم لعيبه مميزه جدا. فما يجبش ان احنا نحصر المنافسه ان يبقى في لعيب غايب او اثنين او ثلاثه ونقول ده النادي الاهلي متاثر. النادي الاهلي عنده، هتلاقي كل اللي هيلعب برضه لعيبه منتخب مصر ولعيبه كبار، واحنا عندنا لعيبه ان شاء الله تعوض اللعيبه اللي مش موجوده، وهنلعب عشان نكسب ان شاء الله ان شاء الله. يمكن ده اللي بتقوم بيه حضرتك مع الفريق الفتره الاخيره ومباريات من خلال المباريات الوديه والتجهيز للاعبين اللي ما بيشاركوا في المباريات الرسميه، فبتحاول يكون كل اللاعبين معاهم احتكاك المباريات وزي ما اقول كده رجليهم في الملعب. والله دي حاجه مهمه في وخصوصا في اخر الموسم، بتبقى انك حاول تجهز اللعيبه وتجهزهم بشكل ما يبقاش فيه، يعني تبقى مدرك شويه ان نوعيه التمرير، ان التمرين اللعيب يوصل لاخر الموسم عنده حاله مختلفه من التشبع شويه، فيجب ان احنا نبقى حريصين في الكلام ده ونجهز اللعيبه بحيث ان لو استعنا ان شاء الله باي حد من الموجودين زي ما بيحصل، بنجيب لعيب من بره يلعب يبقى كويس، وده توفيق ربنا الاول، وبعدين يعني روح اللعيبه بصراحه جيده وعاوزين حابين، هم المجموعه كلها عاوزه تعمل حاجه، ودي مساعدانا جدا يعني الحمد لله. تحكيم المصري ام الاجنبي، ايهما كنت تفضل؟ ويمكن دائما حضرتك بتشيد بالتحكيم المصري. طبعا انا بفضل، وده اللي انا قلته في ماتش الزمالك، تحكيم اجنبي عشان ظرف معين ممكن ان ترفع حرج عن ماتش ليه ظروف معينه، عن فرقتين عندهم بعض المشاكل، ولو انهم النادي الاهلي والنادي المصري، يعني النادي المصري والانديه حتى بتاعه القناه كلها اكتر فرق بتستعين بلعيبه من النادي الاهلي والعكس، وعايزين العلاقه دي تبقى في الحسبان، لان في الاول والاخر كل الفرق اخوات. الحاجه الثانيه ان يبقى ما بنعملش ضغط كبير على حاجه ملهاش اهميه، احنا بنعمل ضغط على لعيبتنا عشان نلعب ال 90 دقيقه نكسب ان شاء الله، والفرقه الثانيه بتعمل نفس الكلام سواء اهلي او زمالك او غيره، لكن بيظل بعد المباراه انتهى كل الكلام ده، يعني كلنا اخوات وكلنا لعبنا مع بعض وضربنا فرق، يعني ما يجبش ان احنا ننساق وراء بعض الجماهير اللي ليها اسباب مختلفه الله اعلم ايه هي، لكن احنا ممكن نبقى عارفين عندنا يعني في الوسط الكروي ايه اللي بيحصل، لكن الجماهير اللي بنقابلها في الشارع هي الجمهور الجميل اللي بيشجع كوره، اللي بيحترم الناس، اللي بيحترم نفسه، ودي اهم حاجه ما فينا، لكن ما ننساقش وراء شعارات وكلام عمل لنا مشاكل كتير قبل كده. يعني مؤخرا الدوري المصري خلاص اشتد والقمه بكل اسبوع بيتغير من على قمه الدوري، نادي المصري محتفظ بمركزه الرابع وبيسعى لتاكيد وجوده، وان سنحت الفرصه المركز الثالث فبالتاكيد هو بيعمل على كده، ولكن موقف يمكن بعيد شويه. ولكن ثلاثي المقدمه الاهلي الزمالك بيراميدز على حسب ترتيبهم الحالي في جدول الترتيب، ترى من يحسم لقب الدوري؟ هل هيتضح خلال الاسابيع القادمه ولا هننتظر للنهايه؟ لا، ممكن يتضح ان في فرقه بعدت او قربت، لكن المنافسه حتى اخر اسبوعين يعني مش هيتضح حاجه، حتى لو فرقه خسرت او كسبت، لانه مش كل الفرق على ما اعتقد هتقدر تكسب كل الماتشات الجايه يعني ان شاء الله. يعني النهارده البيراميدز والزمالك وغدا الاهلي والمصري، فبتاكد هذا الاسبوع سيحدد من قمه يعني الدوري. لو الزمالك كسب فرصه بيراميدز بتبعد شويه، هيظل مكسب بيراميدز بيخلي المنافسه مشتده بين الثلاثه، يعني مش هتقدر تقول لما تشوف، لان بيراميدز عنده ماتشات احنا نلعبه بعد كده، مخصص هتلعب حد فيهم مش عارف البيراميدز او الاهلي، هيظل ان 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 الثلاثه عندهم ماتشات صعبه، الزمالك عنده اسماعيلي، مش ما اعتقدش هتبان دلوقتي يعني.